كالعاده بنبدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث والموضوعات اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعه نتائج تطبيق القرار الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، ايضا متابعه مشروعات التطوير في محافظه القاهره ونفي الحكومه للشائعات التي ترددت حول الغاء منظومه فارق نقاط الخبز المدعم لمستفيدي بطاقات التموين. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة نتائج تطبيق القرار الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، وقال رئيس الوزراء إنه تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بتستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وده بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتتضمن العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة. برضه امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي عدد من ملفات عمل وزارة الري، وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف كل الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العالمين الجديدة، وده في إطار خطة الدولة لجعلها مدينة مستدامة تعمل على مدار العام، وده من خلال الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم لمستفيدي بطاقات التموين، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرارات صدرت بكده، وأكد استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي. برضه امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وده برفقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كمان امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية إنه في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية، نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك قلعة الجبل، واللي أجريت فعالياته في المدة من 4 ل 15 سبتمبر بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان. برضه امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كيلوباترا 2022، واللي هيستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وده في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. يعني يمكن الخبر الأبرز في توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء هو المتابعة الخاصة بترشيد الاستهلاك في ملف الطاقة تحديداً أو تحديداً الكهرباء، لأن زي ما احنا عارفين في الفترة اللي فاتت كان في توجيهات مباشرة بفكرة تقليل استخدام الكهرباء وتقليل أيضاً أو تخفيض إنارة الشوارع لتحقيق فائض، هنا بقول فائض زيادة لأن احنا حققنا فائض حقيقي من 2014 لما عملنا استثمارات من عام 2014 حتى وقتنا هذا تقريبا ب 355 مليار جنيه، أدت إلى وجود 16000 ميجا وات فائض. احنا هنا عاوزين نزود الفائض ده علشان نغتنم الفرصة، لأن النجاح الحقيقي بيكون يا جمانة هو فكرة اغتنام الفرصة الحقيقية. أنت شايفة أوروبا وشايفة الحرب أو الأزمة الأوكرانية الروسية إزاي ألقت بظلالها تحديدا على القارة العجوز، وكلهم دلوقتي في أمس الاحتياج لطاقة
وبترول. صحيح يا احمد، وبجانب كمان فكره اغتنام الفرصه، في لازم يكون في دراسه ان انت تقدر تدير مواردك. صحيح. وتقدر انت تستفيد منها الاستفاده القصوى او الاستفاده المثلى. ولما نيجي نتكلم احنا مش بنتكلم في ان احنا معلش بقى هنضيق على نفسنا شويه، لا احنا عندنا بالفعل فائض. وبالمناسبه كمان فكره او ثقافه ترشيد الاستهلاك بشكل عام، واحنا بنتكلم في تغيير المناخ وتوفير الطاقه وما الى ذلك، فهي برضو ثقافه مهمه جدا ان احنا صحيح. نتبعها دلوقتي. لما نيجي حتى نبص يا احمد بلغه الارقام، يعني احنا بالفعل يمكن القرارات دي ابتدت تطبيقها امتى؟ من اغسطس، احنا في سبتمبر يعني حوالي شهر. صحيح. ايه اللي حصل من وقتها؟ بالفعل احنا قدرنا ان احنا نصدر شحنتين غاز زياده ازيد من المعدل اللي احنا معتادين ان احنا نصدره، ده في خلال شهر واحد بس. يعني كبرى الشركات، كان في اجتماع لسياده الرئيس مع كبرى الشركات اللي بتعمل في ملف الطاقه تحديدا علشان يبقى في خطوط ربط ما بينك وما بين اوروبا عن طريق اليونان. صحيح. فكره دي انت شغاله في ده، لان للاسف يا جماعه من بعد القرار ده، ودي دايما مشكله عندنا، احنا عندنا دلوقتي الف والف خبير ومحلل استراتيجي في كل المجالات، ده تحديدا من بعد يعني ايه الثورات. فطلع مجموعه من الحناجر صاحبه الصوت العالي خلاص، وقال لك ازاي يعني انتوا بتقولوا عملتوا تعظيم استفاده من الغاز وحققتوا منه؟ اه حققنا منه، عنا منه 13000، وده بالارقام وفي دلالات موجوده لده. واعتقد كان زمان يا جمانه لو نفتكر كان في مشكله كبيره قوي عندنا في ملف الطاقه، وكان عندنا مشكله كبيره قوي في الكهرباء اللي كانت بتقطع كل شويه، وبعض الناس اللي قال لك لا قطنين لا مش عارف ايه والكلام ده كله. النهارده ما عندناش ده، لكن قللنا استهلاكنا شويه، ومش استهلاك المنزل، احنا خفضنا الطاقه في الشوارع على سبيل المثال، والمباني الحكوميه والمحال والمولات وما الى ذلك، علشان احقق استفاده منه تعود عليا بعمله صعبه، فبالتالي يبقى في معدل نمو ثاني مرتفع. بما انك بقى ذكرت فكره العمله الصعبه، يعني حسب كمان الارقام، لان انا الحقيقه يعني انا من انصار ان انا اتكلم بلغه الارقام عشان نقدر نوضح الصوره بشكل فعلي وشكل علمي عامله ازاي. يعني احنا لو قمنا بتوفير على سبيل المثال 10% من استهلاك الغاز اللي بيتم ضخه في محطات الكهرباء، هنوفر كام؟ هنوفر حوالي 300 مليون دولار شهريا. طيب لو وفرنا 15% هنوفر 450 مليون دولار شهريا. احنا بنتكلم في 10% و15%، والارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي ارقام شهريا هتخش صحيح مصر، وبالعمله الصعبه فاحنا مدركين حجم الفايده. يجي حد يقول لك ايه 300 مليون دولار في ميزانيه الدوله؟ ما هو حضرتك 300 مليون دولار في 200 مليون دولار في 100 مليون دولار بتعمل مليار و2 و3 دولار بالظبط. فهي دي الفكره، فانت بتحقق، وانت دوله في الاساس انت ما فيش انتاج بالشكل الكبير علشان خاطر تقدر ان انت تواكب المتغيرات اللي موجوده حواليك. لا، والارقام دي بالمناسبه مش ارقام صحيح. بسيطه. ولولا اللي حصل من مشروعات كانت بعض الناس بتنتقدها في وقت من الاوقات، المشروعات القوميه الكبرى، وايه لازمتها ان احنا نعمل ده؟ ايه لازمه يبقى عندنا طريق؟ انت عارفه ايه لازمه دي الالزاميه اللي موجوده دايما على السوشيال ميديا. فعلا الحمد لله النهارده اثبتت ان كان في عندنا قياده سياسيه عندها بعد نظر، لان لو انت ما كنتيش بداتي في ده من زمان، اولا مع ارتفاع الدولار تكلفته هتزيد، ضربيها في 2 وفي 3 خلاص. ثانيا مش هتعرفي تعملي ده في ظل أزمات عالمية موجودة دلوقتي. ففكرة احنا الحمد لله يعني أفضل مليون مرة من غيرنا. لكن ليه بنقلل ترشيد الاستهلاك؟ بنقلل ترشيد الاستهلاك انت مش عارف بكرة في ايه، يعني حتى كمان بعيدا كمان صحيح. عن التصدير، انت مش عارفة بكرة هيبقى في ايه. زي ما كنت بتكلم يا عبد صمد، فكرة ان هي تكون ثقافة عامة، ثقافة عامة، نبقى عارفين انه حتى لو احنا نتكلم على نطاق يعني المواطن العادي، انا مش قاعدة في أوضة اقفل النور، انا ممكن اخفض او ارفع عفوا درجه حراره التكييف زي ما كنا بنتكلم 25 درجه فيما فوق، ما دام انا جو خلاص انا مثلا بردت الاوضه شويه خلاص ممكن اقلل او عفوا ارفع درجه حراره التكييف وما الى ذلك من اجراءات وقرارات زي ما تبعناها طبعا على شكل اكبر وشكل موسع بالنسبه زي ما كان عبد الصمد بيتكلم، ان كان في المولات او المباني الحكوميه او الطرق او بشكل كمان، لانه في كان بعض برضو الناس كان بتعلق في يعني النور في الشارع وهنمشي ازاي. اعتقد احنا شهر جربنا لا واحنا يعني جربنا ما اتقطعتش يعني تماما، هو تخفيض اناره بالزبط. بدل ما عندي 100 عمود باناره بشغالين بقوا 50، ده غير خطه اصلا اصلاح يعني عواميد الاناره اللي موجوده في الشوارع اللي كانت
فكره ان كان بيبقى نورها في لمبه تبقى مش مظبوطه فبتسحب كهرباء بس هي مش مقديه دورها وما الى ذلك. يمكن الموضوع اكبر بكتير ما احنا متوقعينه او متخيلينه. يا احمد انا عاوز اقول برضو على حاجه, خبر من الاخبار اللي قريتها, برج ايفل قفلوا برضو الاناره بتاعته تخفيضا للاستهلاك. لا العالم في ازمه طاقه يعني, مزار من المزارات السياحيه الهامه الكبيره, بس عشان في ازمه حقيقيه. المشكله لما اقلل الطاقه بتاعته ساعتين ثلاثه بدري عن الميعاد اللي هو كان مقرر فيه. على اي حال يعني ده قرار صائب وموفق, ونتمنى ان احنا كمصريين ان احنا كمان نرشد استهلاكنا داخل المنازل, واللي احنا نقدر ان احنا اللمط بقى او الاوض اللي احنا فاتحين الاناره فيها بدون داعي يا ريت ان احنا برضو نحط ده في عين الاعتبار توفيرا لجيوبنا قبل ما يكون توفير للطاقه اللي موجوده في مصر. طيب خلونا نروح لجوله المحافظات اللي معنا فيها في الحقيقه مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح في المحافظات, محافظات الجمهورية المختلفة, منها إجراء اختبارات كابتينو مصر لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الغربية. وزي ما احنا عارفين ان ده اكبر برنامج اكتشاف المواهب الرياضية اللي بتقوم بيه او بتنتجه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا. وكمان من ضمن الاخبار الموجودة معانا الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقيمة 252 مليون و 300 ألف جنيه في ديار بنجم في الشرقية, بالإضافة لتنظيم ندوة توعوية للسيدات في قرى حياة كريمة في أسوان, وأخبار تانية كتيرة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة, البداية من شمال سيناء اللي تم فيها ختام فعاليات مهرجان سباق الهيجن بالعريش وتوزيع الجوائز على أصحاب الهيجن الفائزة بالمركز الأول. فعاليات السباق أجريت على مدار 30 شوط تنافست فيها الهيجن بعدد 360 جمل. في البحيرة هيتم افتتاح 97 مشروع جديد بتكلفة 1,541 مليون جنيه خلال الأيام القادمة لخدمة أبناء المحافظة, وده بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي. في الأقصر حلقت في سماء المحافظة 21 رحلة بالون على متنها حوالي 420 سائح مصري وأجنبي من حول العالم, وبتحتل الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر. في الغربية أجريت اختبارات برنامج كابيتانو مصر, أكبر برنامج لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط, وده بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وانطلقت الاختبارات في نادي اتحاد بسيون بحضور أعداد كبيرة من الأجيال الصاعدة من محبي كرة القدم. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فوز 6 مشروعات بحثية ممولة من مركز تميز المياه بالإسكندرية, وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات الفائزة, وكانت أول جامعة بتتعاقد لتنفيذ المشروعات من الجامعات المصرية الشريكة في المشروع. في الفيوم نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس بالمجان. المعرض هيستفيد منه 180 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقرى زيد وصفا والخرابة والسقعية وعزبة سليمان وعزبة واصف والعدلي بمركز أبشوي. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على صرف الدفعة 166 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2022, وده بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة. في دمياط شهدت منطقة السيالة البدء في أعمال الرصف ببلاطات الأنترلوك للشوارع الداخلية بيها, وده ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط اللي بيجري بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية, والتطوير بيشمل 7 مناطق هي المنطقة القديمة, السيالة، السننية، الأعصر، غيط النصارى، شط الملح والمنيا. في أسوان نظم فرع المجلس القومي للمرأة 45 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية, وده ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي ورفع الوعي المجتمعي والثقافي للأهالي داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ديرة بنجم بتكلفة 252 مليون و 300 ألف جنيه. وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن شهر سبتمبر الجاري هيشهد افتتاح 42 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء والإسكان والطرق والكباري بتكلفة 1,795 مليون جنيه, وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.